مع العيال هذا وليدي وكافر بالله وليدي، واخا تكون امك ما كديرك شتي تحرقني هنا ونتحرق مستوره. انا ما قللت الساعه ولكن ثلاثه، هذيك الساعه ثلاثه نتا انايا قلت لك بغيت غير نشرب كاس ديال القهوه، ضربتني فيقه ثلاثه ديال الليل، وهي تقول لي يا بنتي كتلعب بالتليفون، قالت لي يا تيميا كاع شتيني غنعس، انا بغيت نعس على جمعه سارقه ما تقولش لي تجيب لي ناكل. قلت لها انا بنيتي بايته في الميناجور كنت بالعشاء ضرني الجوع، قالت لي غتمحنيني وانا نقول لها راه كنحلم بالعاني. شوف قلت لها راني عا كنحلم، انا ما كنحلمش. من هنا شربت هذيك الجغمات، قلت لها جيبي لي الماء من الثلاجه، شربت جوج جغمات تاع الماء ونعست، تكيت وانا ما نعساش، حطيت راسي يلا غديني الغمضه وانا كنسمع الجاره كدير ايه ايه، هو بحال كيسد لها فمها، ورديت الذاكره عرفتو كاين عهوية وانا نعاود نشرب. البنيه ديالتي جابت لي الماء، شربت جوج جغمات تاع الماء، هذيك الساعه بغيت بحازه على جنوي بحال انا ربي قال لي نوضي، حسيت هي تقول لي امي انا ما نعمرش القهوه، قلت لها انا كنحلم، انا ما كنحلم ما والو، ضربتني في هذيك الساعه بغيت نشرب القهوه بصح. مني قالت لي بغيت نعذبها، قلت لها عطيني جوج جغمات ديال الماء راني كنحلم. رديت راسي فوق المخده وحطيت قرعه عاد راسي، حطيت قرعه عاد راسي ورديتها وانا نسمع المراه تدير ايه ايه ثلاثه المرات، ثلاثه العيطات دير ايه ايه، باغا مسكينه كدفع لي في المخده، والمراه كانت ناعسه، هي الجاره كانت ناعسه، دخل عليها ناعسه، ناعس حداها في البيت ودخل عليها البيت الاخر. قالت لي يا بنتي ما تهوديش، شوف قالت لي يا بنتي ما تهبطيش ليكونوا عافيه المسلمين ولا، قلت انا زعما نشوفها ان المسلمين ولا كيقتل فيها كافر بالله. مني هبط لقى الجاره انا جايه هابطه، هو دور الساروت، دور عليها الساروت، قلت لها عبد الهادي حل لي يا وليدي وحلو، ما تقتلش امك، اذا قتلتي اختي نعيمه قتلك، ما تقتلهاش ما دارت لك والو. مني عاد صنت، مني ذبحها عيطت ثلاثه العيطات انا نعيمه حيت هي كتجاوبني، هو ما بغاش يحل لي، ما جاوباتنيش عرفتو قتلها، مشيت نجري نجي في الساروت باش نعتقها، ولدها تعطل عليا في الساروت، راجلي هود ما عدو الساروت، بقيت كنخبط في الباب غنفرقعو ما بغاش يتفرقع عليا الباب، زعما ما بغا لا يتفرقع لا والو. مني طلعت عاد ولدها رجع نجيب الساروت، خلى لي الباب محلول ومسح يديه بالخامية من الدم ومسح في الحيط وهبط وهرب، ودار راس معاه كان غادي بها كلها. مني شافني انا كنعيط ابو شتا وكان عيط انا عيم هودو راه الكلب كيقتل في امه، خلى الجثه ودا الراس لا حوزه هذا وليدي. ها وليدي بعقله، هو حقر غير على امه، كان باغي يقتلها وقتلها، ما حقر حتى على شي واحد، ولا رجع عندنا يقتل شي واحد حيت شاد شي، انا بغيتو ما يرجعش عندنا هنا يقتل لي وليداتي، عندي ربعه الوليدات وانا كنخدم يوميا في الميناج مع الطبيب، الطبيب صواليوني ما يعقلش عليا، يوميا كنخدم، إلا قعدت ما مشيتش عندو ما عنديش ما ناكل، حيت هو لا رجع غيذبح لي ولادي، ولا تما يتغدى مع الطريق غيذبحني، أنا بغيتو يتشد وتوريه ليا، حيت إلا ما شفتوش راه ما غندخلش الدار، ما غندخلش الدار ما تيقش فيا، حيت أنا تبعتو تبعتو بالجلوية وتحاربت معاه باش نفك أمو، كلشي هادشي أنا درتو على قبلها. ويني أخويا راني خفت أنا لا عاود يرجع ورايا ولا يبرك ليا في بلاصة الخدمة ولا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.